برحب بكم جميعا، بشكركم جميعا من كل قلبي، كل شخص باسم كل شخص باسمها. وزي ما شايفين النهارده تلاقوا مجموعه جميله جدا من مقربين مقرمات من المجتمع، اعطوا كثيرا. والعطاء اللي احنا المركز الكاثوليكي بيقدمه النهارده باسم الرومان الفرنسيسكان في مصر من القلب حقيقي. وكل شخص هتكتشفوا احنا اختارناه عن حق وليه جداره في المجتمع وليه دور. ويمكن في اشخاص من اللي يكرموا محدش بيعرف لهم، احنا عارفين يمكن حاجات سريه عنهم، عطائهم الخفي المجهول. وكل سنه وانتم طيبين جميعا. يعطوا الدعم، يعطوا المساندة، سواء للأسرة الصغيرة بتاعة كل واحد فينا أو الأسرة الكبيرة حبيبتنا كلنا بلدنا العظيمة مصر. لازم كلنا نقف جنبها. أول مرة أقف الوقفة دي على فكرة، وأنا سعيدة أوي بالوقفة دي في المسرح وفي المركز الكاثوليكي اللي هو أعتقد من أهم التكريم اللي ممكن واحد ياخده حقيقي. أنا أشكرك يا أبونا إنك خليتني أبقى متواجدة في هذا اليوم العظيم اللي هو العطاء، وأكون في المركز معاكم كلكم. التكريم ده فأنا بهديه لروح أمي العزيزة على قلبي، والعمري ما نسيتها لحظة واحدة، هي اللي تستحق التكريم ده مش أنا. وروح كل شهيد من الجيش والشرطة المصرية والشباب المصري. عايزة أقول لكم إنه أنا عرفت الأب بطرس أثناء مرضي وما كنتش موجودة في مصر. أنا كنت في أوروبا، قعدت سنة ونص بتعالج من السرطان، وكان من أوائل الناس اللي بتسأل عليا، وكان من أوائل الناس اللي انتظرتني لما جيت مصر. والنهارده أنا سعيدة جدا جدا بالتكريم ده، لأن المكان ده فعلا كله عطاء، وما بيفرقش، كفاية إنه مش بيفرق بين مسلم ومسيحي، وبيحسسنا كلنا بالحب. وشكرا.